للأسف يعني الظروف اللي مرينا بها وجاي نمر بها وسنمر بها طبعا هي ظروف استثنائية وغير طبيعية. حتى اللي حنمر بها. اي نعم بلي اذا ما استمر وضع على هذا الحال. طبعا هذا الموضوع ليس وليد اليوم والبارحة وهذا الاسبوع والاسبوع الفائت. هذا الموضوع لربما يعني منذ سنوات كثيرة. وطبعا حذرنا بهذا الموضوع لأنه ظاهرة التغيرات المناخية تلقي بظلالها على من أكثر الدول تضررا بالتغيرات المناخية واللي هو العراق. يوجد لدينا ملوثات تلوث بيئي مائي في المياه، ولدينا تلوث بيئي في الهواء، ولدينا تلوث بيئي حتى في التربة. هذه ثلاث محاور طبعا للأسف لحد هذه اللحظة الإجراءات المتخذة بحقها ماء وهواء وتربة طبعا، وفي كل محور به تفصيل كامل، وأنا لدي حتى إحصائيات كاملة كيفية تلوث هذه المحاور. اليوم لربما موضوعنا موضوع الهواء. نعم الهواء شيل اليوم اسمع منك ماء وهواء وتربة. طبعا تبع عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عندك معلومات كاملة. تفضل تفضل سيد باسم لك الوقت. طبعا انا اللي شد انتباهي سابقا بالمناسبة الهواء ملوث وهو باستمرار ملوث، لكن اكو فترة من السنة يعني تصير ظاهرة الانفينشن، هذه الفترة اللي هي بيها تكون يعني بالنهار حارة وبالليل باردة، التاسع والعاشر هذه الاجواء بظاهرة معينة فتنزل هذه الغازات الثقيلة ويصير استنشاقها باعتبار يعني لها فدرواح معينة فيصير. وبالمناسبة هذه لولا هذه الرائحة وهذا التغير له واقع حال موجود بس ما حد يدري بها. يعني لو ما ريحه الكبريت نعم هي ماشية علينا ابدا، واقع حال هي موجوده وملوثات موجوده والهواء ملوث بنسبه لربما تصل الى 70% ومنذ سنوات مو يومنا. الهواء ملوث في العاصمه بنسبه 70%. نعم وعلى عموم العراق طبعا عندنا ملوثات، وليش؟ لان المصدر هو مستمر ولا يوجد معالجات. يعني ما نطمن مثل ما قالت وزاره البيئه تقول اطمئنوا، ما مو اطمئنوا، لا لا اطمئن للمواطن بانه احنا بكارثه بيئيه كبيره، وهنا تطلع الوزاره تقول اطمئنوا. انا طلبت احصائيات اول